بيكم في حلقه جديده من برنامج اتفضلوا عندنا. النهارده هنعمل رز بالباذنجان بصوص دبس الرمان، وهنعمل كمان ترايفل بالفواكه، وهنعمل شوربه لذيذه جدا، شوربه برجر او شوربه تشيز برجر، برجر بالجبنه. اول حاجه نشوف مكونات الرز. هنبقى محتاجين باذنجان هنقطعه مكعبات، وطماطم مكعبات برضو، وفلفل احمر متقطع صغنطط، وتوم وبصل مفرومين، ودبس رمان وكاري والسبع بهارات، والرز البسمتي ممكن تعملوه برز عادي والمرقه. اول حاجه هعملها ان انا هحط الرز عشان يستوي. نحط الزبده، ممكن نحط ده. ونتبل الزبده بالفلفل الاسود، ونحط ربع كميه ثوم المفروم، وربع كميه البصل، ونص كمية الفلفل، ونقلب كده المكونات كويس قوي. وبعدين نبتدي نحط بقى الرز. دول كوبايتين رز، وقلبه كويس. هقلبه لحد ما الرز يتشوح كويس قوي ويتحمر، وبعد كده ابتدي ازود عليه المرقه. الرز ده فكرته جديده ولذيذه جدا، دبس الرمان بيغير خالص طعم الرز بالباذنجان، بيدينا طعم حلو. لما تجربوه هتحسوا باللي انا بقول لكم عليه. ولو مش حابين الفلفل اللي انا حطاه الحراق، ممكن نبدله فلفل احمر بس اللي هو اللي مش السبايسي العادي. لسه هو ما تسخنش قوي. ممكن نبتدي نعمل بقى هنا، نحط الزبده. الباذنجان لو حابين تقلوه اوكي، بس يعني انا حابه ان انا المره دي اشوحه بالزبده مع البصل والثوم. هحطه كده، وهقعد اقلبه. اقلبه كده كويس قوي. اول بس ما احس انه ابتدى يتشوح ويسخن، ابتدي احط عليه بقيه المكونات. هنا الرز خلاص اتشوح. احط بقى المرقه. كوبايتين رز بسمتي هيبقى عليهم قد ايه؟ 3 كوبايات مرقه. احط الملح، منساش معلقه ملح. وهي نزلت كتير شويه. واقلبه بقى، واسيبه لحد ما يغلي. ده كده خلاص سخن. نبتدي بقى نحط الثوم. الثوم طبعا مع الباذنجان بيدي نكهه حلوه قوي. وابتدي احط البصل. ممكن نزود مكعب زبده كمان عشان يدينا صوص كده تقيل وحلو. الزبده هي اللي بتدي الصوص التقيل. ونحط الفلفل، وتتشوح كده شويه كمان. وابتدي احط الطماطم. والميه بقى بتغلي ابتدي احط الكاري ونص كميه السبع بهارات عشان هحط شويه على الباذنجان. نقلب كده، الريحه بقى ابتدت تطلع حلوه جدا. بس نقفل عليه بس ده بقى يتشوح كده شويه، احط عليه الطماطم وبعد كده بحط عليه دبس رمان. ايه رايكم بقى نطلع فاصل عقبال ما الحاجات دي تستوي عشان نعمل الشوربه والترايفل، خليكم معايا. رجعنا تاني، الرز لسه بيستوي اهو، ما عملتش حاجه خالص في الباذنجان. هحط الطماطم اهو قدامكم وهقلبها كده تقليبه تمام، وهسيبها ثواني واحط عليها دبس الرمان. تعالوا نشوف بقى الشوربه هتحتاج ايه. الشوربه مكوناتها كتيره شويه بس هي لذيذه جدا. البرجر شايفين انا جايبه البرجر العادي عملته، وبعد كده بالقطاعه الصغننه عملت هو اقل من ميني برجر، يعني هو صغنطت قوي. هنحط دقيق وتوم مفروم وبصل وتوم بودره وسويت اند تشيلي صوص وجبنه تشيدر احمر واصفر، وجايبه كمان كميه عشان تسيح، ودي جبنه سبايسي شويه، فلفل اخضر، كريمه لباني، بطاطس مكعبات صغيره. اول حاجه هنعملها قبل ما البرجر نحطها في الفريزر عشان يبقى جامد، اطلعه كده احطه في زيت سخن جدا. كده حطينا البرجر، نبتدي بقى نحط دبس الرمان على الصوص ده على الباذنجان والطماطم. عقبال ما البرجر يستوي نجيب حله بقى عشان نعمل الشوربه. معلقه كبيره، ما نكترش عشان بس ما فيها، يعني في ناس مش بتحب الحاجه مززه قوي، فهو كده يدي طعم مناسب. تمام كده، نسيبه كده يغلي غلوه وخلاص. هنا بقى نحط الزبده عشان نعمل البشاميل. الدقيق استناه يسخن وبعدين اصلا شكله لذيذ جدا، بالذات لو جالنا ضيوف يبقى منظره حلو قوي واحنا بنقدمه في الشوربه. وشوربه جديده ولذيذه هتعجبكم قوي طعمها. دي لسه عايزه تتحمر، وبس اول بس ما يستوي من ناحيتين ممكن بقى نقلبه يكون مسك. ده كده خلاص، نبتدي بقى نجيب الرز وهو في الحله هنحطه. وهنسيبه كده 3 دقايق. المكونات دي كلها طعمها وريحتها يتخلطوا مع بعض. هو الرز خلاص استوى، فاضل بس الميه بتاعته تتشرب. الزبده كده خلاص سخنت، نحط فلفل اسود وبعدين نحط معلقه البشاميل. هي معلقه الزبده اكتر من معلقه، فمعلقه البشاميل فهتدوب بسرعه جدا. نبتدي بقى نحط المرقه. بس بنسيبها كده لحد ما تتقل. خلاص هو قرب يستوي. ريحته جميلة جدا. اهو نفضل نقلبه كده لحد ما يتقل. البرجر ده خلاص كده نحطه في الطبق، وهنحط زبدة ونصفي المية من البطاطس وهنحطها مطرح البرجر. كده خلاص البشاميل الدقيق بقى بشاميل وتقل. نبتدي بقى نحط له بقيه المكونات. توم، التوم بقى بيدي للبشاميل نكهه حلوه جدا، والبصل والتوم الباودر كمان. في ناس اصلا بتستغنى عن البصل والتوم بالباودر، بس يعني هو بيدوا طعم حلو، بس برضو الحاجات الفريش ليها نكهة تانية خالص. نقلب كده ونزود المرقة شوية. هنفرد كده بس نسيبه بقى لحد ما التوابل دي كلها تدوب في بعض ويبتدي يغلي، عشان نحط الجبنه والكريمه اللبان. نبص كده على الرز. خلاص يعني قدامه دقيقتين كمان. كده ابتدت تغلي، نبتدي نحط الكريمه نقلبها كده. نبتدي بقى نحط الجبن دي انا ما قطعتهاش عشان هي اصلا هتسيح جوه، من الاحمر ومن الاصفر. طبعا ممكن تحطوا اي نوع جبنه انتوا حابينه، بس بلاش موتزاريلا عشان هتمط جامد. البطاطس كده خلاص نحط لها بس كده ربع كوبايه مرقه بس، عشان نتاكد انها استوت، عشان لما نحطها على الشوربه تبقى مستويه. ونحط معاها الكرفس الاخضر. انا قلت لكم اصلا فلفل اخضر، هو اصلا كرفس. هتديها بقى ريحه حلوه قوي. وهنحط السويت اند تشيلي صوص هنسيب بس كده معلقه كده في الاخر. ونبتدي نحط البطاطس. ومعاهم البرجر. ونسيبها تغلي غلوة واحدة. كده الرز خلص، نبتدي بقى نغرفه. ريحته جميلة جدا جدا جدا، جربوه لذيذ قوي. اللي بيحب البطاطس ممكن يحط عليه كمان مكعبات بطاطس، بس لو هتعملوه مع الشوربه زي المنيو اللي انا عاملاه النهارده ساعتها بقى ما تحطوش بطاطس، عشان احنا اصلا حاطين بطاطس على الشوربه، لكن هو اصلا ممكن يتضاف له بطاطس. كده الرز خلصناه. نغرف بقى السوب بتاعتنا النهارده، حلوه جدا والاطفال هتحبها قوي قوي. فيها كل المكونات، فيها بروتين في البرجر، وفيها والبرجر ده احنا ممكن احنا نعمله في البيت عشان نضمن ان اللحمه كويسه قوي. وفيها نشا اللي هو البطاطس، وفيها لبن الكريمه، ما تنسوش الزبده طبعا. نبتدي بقى نحط الجبن كده على الوش، وهنحط بقى اخر خطوة كده. واحنا جايين نقدم هنقلبهم على بعض. كده خلصنا الشوربه. تعالوا بقى نشوف الترايفل اللي هنعمله، سهل جدا ومش محتاج اي حاجه. دي حاجه الترايفل، عملنا كيكه جاهزه وفواكه. انا جبت فواكه الموسم الايام دي، بس طبعا انتوا ممكن تجيبوا الفاكهه اللي انتوا حابينها، وعصير برتقال وجيلي انا مجمداه. انا قطعت طبعا الطروف بتاعه الكيكه، هنشوف هنعملها ازاي. هنحطها كده، انا مقطعها على قد الكاسه، وهضغط عليها كده وهحط بقى عصير البرتقال عشان تبقى طريه معانا. اخترت عصير البرتقال عشان الكيكه مسكره والجيلي مسكر، وعصير البرتقال بيبقى فيه ميزز كده شويه مع الفواكه، فيعملوا توازن كده مع الحاجات المسكره مع الحاجات المززه. بس طبعا احنا ممكن نحط عصير اناناس اللي يعجبكم. نبتدي بقى نحط الفاكهه، هنرصها كده، سهله جدا وبسيطه، وما فيهاش ولا كريم شانتيه ولا كريمه لباني ولا قشطه. للناس اللي ما بتحبش تحط الحاجات دي وتزودها مع الاكل، وفي نفس الوقت يعني احنا عاملين حاجه من غير الحاجات دي وبيبقى طعمها حلو. ونحط كده الباري. الباري طبعا بيبقى مزز جدا. ونقطع تفاح كده في النص، وهحط على الفاكهة عصير البرتقال. نبتدي بقى نحط الجيلي. يعني انا عاملاه ان احنا نحطه بطريقه عشوائيه، بيدي منظر حلو قوي. انا بقلبه عشان المعلقه بتدي كيرف كده، فبيديله شكل حلو قوي. احط بقى الحتت نحط اخضر كده. بس انا عايزه اللون الاحمر هو اللي يفضل في الاخر. وكده يبقى خلصنا النهارده طبق الترايفل السهل جدا ده، وعملنا كمان رز بالباذنجان والصوص بتاعه كان دبس الرمان، وعملنا شوربه التشيز برجر او شوربه برجر بالجبنه. يا رب الوصفات النهارده تكون جديده وعجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.